في ضوء ما أبدته مي فاروق من جدارة وشطارة في لعبتها في السنة اللي فاتت مع أصالة من ان هي تقدر توجد اغنيه بسهوله جدا على صوره لدرجه ان اصلا قالت لك اسكت شويه يعني قبلتي تفوق مرعب. هنلعبك اللعبه دي يا مي بس عايزين اداء بقى ايه يتفوق على ما قبل اللي فاتت. يا رب. فمش عايزه يعني خمس ثواني تفكير يعني يا رب ما تكونش قعده البيت اثرت على الدماغ بس لا ان شاء الله كله تمام ان شاء الله بس هو في الاول الطلعه بتبقى صعبه بس خلاص هنتفاجئ بالصور ونشوف ايه اسامي اغاني ولا اسامي ايه تغني اغنيه على طول ولايق على الموقف وانا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم انا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نوم من عين حبيبي روح يا نور سرعة بديهة ما حصلتش ما حصلتش الحمد لله اللي بعد ربنا يستر ده كأن الصورة معمولة على الأغنية مشغول وحياتك مشغول والاخر الاسبوع مشغول مشغول وحياتك مشغول والاخر الاسبوع مشغول مشغول وحياتك وحياتك مشغول انا مشغول عنك بيكي ومليش الا انت وسيرتك انا مشغول عنك بيكي ومليش الا انت وسيرتك قلبي كلمني عليكي وانا اكلم عنك صورتك وخالك دايما قدامي راري 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 برافو 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 مشغول فعلا هو مشغول لا شطورة مبسوطة جدا لا شطورة أنا عرفتها طبعا الديك الشركسي صاحب جارية ميراندا إيه دي؟ إيه ده ما تعرفش الأغنية دي؟ لا ما أعرفهاش جه امبارح نسي يندهلي من الفراندا إيه لا ما أعرفهاش والله إيه دي؟ سألت عليها قالوا لي طلعت له سنة لولي من يومها وهو قاعد بيقول أنا الكوماندو الله الله والله العظيم بس هو كورونا فعلا اثر علينا كورونا اول مره في حياتي دي اغنيه ايه ده انا مدبولي اغاني الاطفال ما عدتش عليا انا بس حاجه ثانيه ها قولي هلا يا الحلوه دي قامت عاجن بالفكر الصبر يا مروطة وش بعد وقف الحال ياللي معاك المال برضو الفجر له رب كريم ايه ده صدقي يا مي وانت بتغني حسيت انه سيد درويش كان بيغني عن وقف الحال اللي في الكورونا تخيلي كل الناس ده هو كده الصبر أمره طال إيش بعد وقف الحال يلي ما لا يعني ده هي متفصلة كمان على كورونا بالظبط على الظروف اللي احنا فيها دي الحمد لله اللي بعده دي سهلة رفضك يا زماني يا أواني
مكاني، أنا عايز أعيش في كوكب تاني. رفضك يا زماني يا أواني يا مكاني، أنا عايز أعيش في كوكب تاني، في عالم تاني فيه لسه أماني، فيه الإنسان لسه إنسان، فيه الإنسان لسه إنسان، عايش للتاني. رائعة ولازم تحفظي بقى أغنيته الجديدة بتاعت بحب تاني ليه، جميلة رائعة. دي على طول. الدنيا ريشة في هوا طايرة ما بين جناحين، احنا النهاردة سوا وبكرة هنكون فين؟ في الدنيا في الدنيا. الدنيا ريشة في هوا طايرة بغير جناحين، احنا النهاردة سوا وبكرة هنكون فين؟ في الدنيا في الدنيا. الدنيا ريشة في هوا طايرة بغير جناحين، احنا النهاردة سوا وبكرة هنكون فين؟ في الدنيا في الدنيا. في سرعة البديهة وطبعا في الغنى، سرعة البديهة والغنى الاثنين يعني بيتفوقوا على بعض. ليه؟ مليون أغنية بقى. بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة، والضليل يحلى الأحليلة من أول عتبتنا. بيت العز يا بيت الزهر يا بيت الفرح يا بيتنا. مراسيل مراسيل والحلوة عيونه، مراسيل مراسيل والحلوة عيونه، والنار من شوقي ما تتوصى. مراسيل مراسيل والحلوة عيونه، والنار من شوقي ما تتوصى. مي فاروق، مين كان فتى احلامك من المطربين وانت صغيره؟ وانا صغيره مين كان فتى احلامي من المطربين؟ اللي عشتي معاه قصه حب خياليه يعني. محمد محي. محمد محي. اي اغنيه بالظبط لمحمد محي؟ كل حاجه عملها في حياته يعني. طول عمري بشوفه في حته كده مش شبه حد، اغاني افكار اغاني، خامة صوته، الألحان اللي بيختارها، وهو عارف الكلام ده. بالمناسبة هو أخ وصديق عزيز وأنا بتشرف طبعا بمعرفته. يعني هو عارف، هو له معزة خاصة جدا في قلبي من أيام ما كنت لسه بقى
الشرايط والحاجات دي لا، محمد محي في حتة تانية خالص بالنسبة لي. طيب يلا آخر أغنية معانا، آخر صورة معانا. طيب يدق الباب أقول هي، أقول رجع خلاص ليا. يدق الباب أقول هي، أقول رجعي خلاص ليا، وتخلص غربتي وأفرح وأخاف من فرحتي أفتح، تكون لعبة الظنون ديا وتطلع تاني مش هي.